خير قد ما نقدر، هنلاقي بكرة أكيد أحلى. هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى، ومكملين مع حضراتكم النهاردة اللي بدأناه في حلقة امبارح مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر، وهي حادثة الإفك وقد إيه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتأذت من الكلام الكتير اللي اتقال عنها ورسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والموقف الصعب اللي هو كان فيه، وإننا نتعلم إن لا سلامة من ألسنة الناس. شيخ محمد سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك واجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين آمين يا رب. يمكن توقفنا في حلقة امبارح وعند جزئية مهمة جدا، وهي مواجهة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عن ما قيل عنها أمام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله ذي المنة والإحسان والجود والإنعام، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي اصطفى له ربه من النساء القانتات العابدات السائحات الأبكار والثيبات، ورضي الله عن أمنا خديجة صاحبة العطيات، وعن عائشة التي نزلت ببراءتها الآيات، وحفصة صاحبة الحديث والروايات، وأم سلمة جبل الصبر والثبات، وبنت خزيمة باذلة الصدقات، وكذا زينب صاحبة عقد الزواج في السماوات، وجويره أعظم النساء بركات، وصفية التي حوت في نسبها الأنبياء، وأم حبيبة التي توالت عليها الابتلاءات، وكذا الرضا عن ميمونة خالة ابن الوليد صاحب البطولات، وجميع أهل البيت الطاهرات، وسلم على عليهم يا رب عدد الذاكرين والذاكرات. وبعد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، عادت أمنا عائشة إلى بيت أبيها، لقيت إن أبوها عارف وما عارفة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زادش على كلمتين: إن كنت فعلت فتوبي، وإن لم تكوني فعلت فإن الله مبرئك. السيدة عائشة استغاثت بأبوها عشان يرد ما ردش، استغاثت بأمها عشان ترد ما ردتش. لك تتخيلي الأزمة اللي عاشها البيت ده كله، إزاي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ينال من المدينة كلها بتتكلم، مسلم وغير مسلم، يهودي وغير يهودي، الدنيا كلها تكالبت على ستنا عائشة. اللي أخطر من كده الوحي منقطع، فأصبحت فتنة عظيمة جدا. وليك تتخيلي المرارة اللي في اللسان واللي في الصدر واللي في القلب. بالمناسبة ستنا عائشة تكاد تكون فقدت نص وزنها في الأربعين يوم اللي بحكي لك فيه، من شدة الحزن، من شدة الحزن، من شدة البكاء، من شدة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ابتلاء صعب جدا محدش يصبر عليه. وعشان كده أنا بقول للناس كلها اتقوا ربنا في الأعراض، اتقوا ربنا في الذمم. خلي بالك احنا عندنا أزمة، احنا عندنا أمة الفضائح مش أمة الستر أبدا. تخيل نجري وراء أي شيء في أقاويل ونبقى عايزين نعرف تفاصيل أكتر، ومن هنا لهنا لهنا تتنقل الحاجة اللي هي كلمة لعشرة. القرآن لما نزل ما عابش على حد. خلي بالك الأمرين غاية في الأهمية، ريتنا نتعلمهم. أول أمر اسمعي كده: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ليه لما اسمع حاجة على لم يقول لا؟ لا يمكن تعمل كده. هذه هي الكريمة بنت الكرام، لا يمكن تعمل كده. ليه لما اسمع على محمد حاجة أقول لا 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 ده إنسان محترم؟ لا يمكن. أنا لو مكانه ما عملش يبقى هو أحسن مني ما عملش. على فكرة ما نجاش من الموضوع ده إلا الناس قليلة قوي. سيدنا أبو أيوب الأنصاري بيسأل امرأته، بيقول لها: يا أم أيوب، أرأيتي إن كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب أبدا. قال: والله لنعلو عائشة خير من ألف منك. قالت: يا أبا أيوب، أرأيت إن كنت مكان صفوان أكنت تفعل؟ قال: لا والله. قالت: فإن صفوان من خير الرجال. فدي أول حاجة عبها القرآن، إن إحنا ما بنظنش ببعض خير طبعا أبدا. والمؤمن لما يرى من أخيه المؤمن شيئا يسره أذاعه، وإن رأى شرا كتمه. أدي أول حاجة إحنا بنعمل العكس. العكس
الأمر الثاني اللي عابه القرآن، اسمعي بقى، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. تاني، استلقونه بألسنتكم. هو احنا بنسمع بودنينا ولا بنسمع بلساننا؟ ده القرآن بيقولك ان انت بتسمع بلسانك. ليه؟ لان الكلام لو دخل ودنك يا ست لامي هيعدي على عقلك، ولو عدى على عقلك هيتفلتر. هتقول يتقال ولا ما يتقالش، ينفع ولا ما ينفعش. لكن انت علشان مجتهل معصية بتاخد الكلام بين بلسانك على طول. لا وايه؟ وتحط بقى حبة البهارات طبعا. طب خلينا ناخد التليفون ونكمل. بس انت الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ايه، انا عندي سؤال. انا بشتغل في شركة خاصة، والشركة دي فاضيين علينا يونيفورم، انا البس بنطلون وقميص قصير. تمام. فانا خاصة ان انا في رمضان بستحرم الموضوع ده. فهل يجوز او لا يجوز؟ فانا مش عارفة اعمل ايه. حاضر حاضر، تابعينا. بس انت، هي الشركة اللي هي بتشتغل فيها فاردين عليهم يونيفورم معين، يلبسوه بنطلون وعليه شميز قصير، فهي مستحرمة ده في رمضان. وفي غير رمضان مش مستحرمة؟ ما انا قلت اتكيت عليها علشان يعني تقولي الكلمتين دول، ما اقولهمش انا. يعني انت دايما ده، انا لسه بكلمك عن المسلمين بتنصبي لي انت تقول انا ما ينفعش اقول، انت تنصبي لي الفخ. الله يغفر لي ولك. شوفي، الاسلام الكريم دين يحفظ الحرمات ويحمي الاعراض ويكرم المرأة. والإسلام الكريم ما حط الزي معين للمرأة، إنما حط أوصاف. الأوصاف دي متى توفرت كانت حلالا، كان الزي طيبا لا شيء فيه. متى تغيرت كان الزي منهي عنه. إحنا عندنا أنا ما أعرفش البنطلون ولا أعرفش الشميس اللي بتقول عليه، أنا أعرف حاجة واحدة، إن الزي لا يصف، لا يصف ولا يشف في طفاض. طيب. واسع. متى توفرت هذه في أي زي كان حلالا، متى تغيرت هذه الأوصاف كان حراما، ومن ترك شيئا لله يا بسنت عوضه الله خيرا منه، والأرزاق بالله حتى إذا كانت محتاجة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الرزق بيد الله، وعمر الرزق ما يكون في معصية الله، يبقى في رزق فيه بركة أبدا، حتى ولو كان الاحتياج. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تمام. طيب نرجع تاني نكمل، نرجع كلام. لستنا عائشة رضوان الله عليها وأرضاها. فلو الكلام عدى على عقلك عمرك ما هت إيه؟ ما هتقوله. فعشان كده خدي بالك بقى، الستر هو شعار أمتنا. عارفة أبو حنيفة كان سايب العمة بتاعته اللي زي حالاتي دي حطتها كده، فبس كانت عمة غالية، كانت مرصعة فغالية جدا عمة أبو حنيفة. فجه حرامي سرقها وجري بيها. لو احنا بقى امسك حرامي ونخرب الدنيا، أبو حنيفة بيجري وراه مش عشان يمسكه، إما بيجري وراه ليه؟ عمال يجري وراه مقطوع نفسه وبيعمل له زي لقد أهديتها لك، قل قبلت حتى لا تقطع يدك. شوف الجمال، شوف العظمة. عثمان بن عفان جابوا له الأخبار إن في جماعة آخر الشارع. أيوة، إحنا بيشربوا إحنا خمرة وبيلعبوا ميسير. فخد الجندي وراحوا، أول ما راحوا جريوا الشباب، جريوا. فرجع سيدنا عثمان بن عفان عمل إيه؟ اعتق عبدا وصلى لله ركعتين شكرا. فقالوا له ليه؟ قال الحمد لله الذي لم يجعل فضيحة امرئ مسلم على يد عثمان بن عفان. شوف الجمال، شوف العظمة، شوفي احنا ازاي نقدر على الاخلاق دي. شوفي، دي تربية نفس، دي مجاهدة نفس. دي اقوى من الصلاة والصوم، اقوى من الزكاة والحج. ده جهاد النفس، ازاي تجهز نفسك. وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فلا تستمع. خد بالك، هو عرض لم يدي يوم القيامة. ده انا مجرد ان انا اتكلم عليه، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. العرض اللي انت اتكلمت عليه ده، ربنا يجيب لك الجسد يوم القيامه ميت ويقول لك اتفضل كل. هو ده اللي انت اتكلمت عليه. طب انت هتقول لربنا ايه؟ طب انت اقتص منك قدام ربنا او تقتص مني ليه؟ عشان كده بنقول الكلمه ليها خطوره جامده قوي. طبع. ستنا عائشه بتقول لما فطر الوحي وانقطع الوحي كانت بتدعي ربنا وبتقول واني لاعلم اني احقر شانا من ان ينزل فيها القران. انا عارفه ان انا ماليش قدر عشان ينزل فيها القران، امال عايزه ايه؟ كانت غايه مناها ان يرى رسول الله رؤيا تبرئه، يشوف بس رؤية تبرئ. ربنا ينزل لها ايات مخصوصه، بينزل تشريع مخصوص. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم
لا تحسبوه شرا لكم. اوعوا تفتكروا شر، ده خير. والعجيب بقى ان سيدنا ابو بكر لما عرف كده ولما فهم ان مصطح هو اللي خاض في عرضه قال مش هديله تاني، فينزل القران يعاتب ابو بكر ويقول له لا مش احنا اللي بنجازب السيئه السيئه، لا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فقال ابو بكر والله اني لا احب ان يغفر الله لي. وزاد في العطاء ستنا ام الرمان وسيدنا ابو بكر اول ما نزلت البراءه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشه لقد انزل الله فيك قرانا يتلى الى يوم القيامة، فقالوا لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا لا أقوم إلى رسول الله وإنما أقوم إلى رب الذي برأني، ونعم بالله إلى الله الذي برأني. لكن الشاهد اللي عايز أقوله إن المدينة عاشت فترات صعبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة صعبة جدا، لأنه في النهاية بشر، في النهاية لما تطعن حد في عرضه أو في سمعته أو في أولاده أو في شرفه أو في كرامته حتى لو صح دي كارثة. في النهاية لما نيجي نبص لشاشات الإعلام اللي بتنفرد بالأمور الحصرية حتى لو بنستضيف فنانين وفنانات ولاعبين كرة بنخش في أمور شخصية ملناش علاقة بيها، ملناش طائل من وراها إلا كشف ستر المسلمين وكشف ستر الناس، والإسلام أمرنا بالستر ما أمرناش بكشف الستر ولا الفضائح أبدا أبدا. صحيح. والإسلام عمر المنهج الإسلامي ما يكون منهج فضيحة، ولا الإعلام يرقى بالفضائح ونشر الرذائل أبدا. احنا محتاجين نرجع لبيوتنا الامن. صحيح. والامان. صحيح. عايز اقول لك من كتر نشر الفضائح النهارده ولادنا بتدور على الفضائح. شبابنا بيدور على الفضائح، ما هو بقى ما هم بيسلموا بعض، الله بيسلموا بعض، حتى البيوت ازواقها انخفضت، اصبح النهارده ما فيش امن ولا امان في البيوت. عايز اقول لك بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلد حسان بن ثابت، وقبل ما اخلص الحلقه انا فاضل لي قد ايه في عجاله؟ فاضل لنا قد ايه؟ دقيقه. اقول لك على حاجه عجيبه قوي، حسان بن ثابت ده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، عارفه ستنا عائشه دعت عليه بالعمى، دعت عليه بالعمى وهو صحابي جليل، سيدنا حسان بن ثابت عمي، عمي ذهب بصره بسبب دعوه امنا عائشه، مش عشان هي عائشه، لا عشان دعوه المظلوم، اتق دعوه المظلوم ولو كان كافرا. وسيدنا الشيخ الشعراوي كان يقول دايما كده ببشر بها كل مظلوم وبنذر بها كل ظالم، ان الله لن يقبض روح الظالم ولا روح المظلوم حتى ينتقم للمظلوم ممن ظلمه ويشفي غليل المظلوم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين. أمين أمين يا رب. نورتني يا شيخ محمد، أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان. أمين يا رب أمين يا رب. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل، بعد الفاصل فقرة مسجلة من بكرة أحلى مع جمعية البر والتقوى. بشكر حضراتكم وأشوفكم على خير إن شاء الله. انك تعمل خير وتاخد ثوابه من الحاجات اللي بتفرحنا بجد، بس اللي يفرق اكتر انك تعمل مشروع خير يستفيد بيه ناس كتير. ومفيش اعظم من انك تبل ريق عطشان، مفيش احسن من انك تدخل قريه كل اهلها بيعانوا من قله الميه وتقول لهم انا هحفر لكم بير وهقدر اوصل لكم ميه. جمعيه البر والتقوى المصريه كان ليها السبق والثواب في مشروع حفر ابار المياه، يمكن اتكلمنا عنها كتير لكن مهما اتكلمنا عنها مش هنوفي اصحاب حقوقهم، وطبعا ليهم اجر وثواب كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم النهارده ان شاء الله ونشوف ازاي نقدر نشارك في حفر ابار من خلال جمعيه البر والتقوى المصريه. وضيفنا ان شاء الله اللي منورني النهارده دكتور محمد العربي من علماء الازهر الشريف وعضو مجلس اداره جمعية البر والتقوى المصرية. شيخ محمد سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني حضرتك وجمعية البر والتقوى عاملين عمل عظيم جدا ومشروع من أعظم ما يمكن، وحفر الأبار للمناطق اللي صعب وصول المية ليها، ناس كتير اللي بتعاني من قلة شرب المياه واستخداماتها، ويعني احنا بنقول ما ينفعش يبقى في حياة من غير مية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عاوزين يعني نضع عنوان للحلقة من القرآن الكريم، وهو قول الله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عاوزين يكون التنافس في عمل الخير، التباهي بالإكثار من الصدقات والإنفاق، خاصة في أيام هي أعظم أيام على الإطلاق. جمعية البر والتقوى هدفت لتخفيف المعاناة
عن هؤلاء الذين لا يحتاجون إلى المياه. في ناس كثيرة مش لاقية المياه اللي احنا بنصرف فيها. أنا عن نفسي لا، في البيت مثلا عندي لما أحس إنه في إسراف في المياه بحاول أقول لهم لا، في ناس مش محتاجة المياه. في الشارع عندي، في أي مكان بلاقي الناس لا تقدر قيمة المياه، بقول لهم يا إخوانا في ناس تتمنى بس شوية مياه، قطرة مياه، لأنها بالنسبة لها حياة. طبعا احنا مش مقدرين قيمة المية دي، لانها عندنا الحمد لله بكثرة، يعني ربنا يحافظ على نعمة المياه. بس نحسها بس لما المية تقطع بقى. لما تقطع بس. واكثر يعني الناس احساسا بالمياه اللي هم مفتقدين نعمة المية، وايضا الستات في البيوت يعني اعتقد هم من اكثر الناس احساسا بنعمة المية. بنشوف ساعات الاطفال زي الصورة اللي عندنا، الفيديو ده اللي المكان عندنا. ده فين يا شيخ؟ المكان ده في الاسماعيلية. احنا اغلب الابار اللي موجودة واللي هنعرضها حاليا ما بين الإسماعيلية وما بين سيناء، هناك فيه ندرة في المياه، بتحاول جمعية البر والتقوى أنها توصل للأماكن دي زي ما احنا شايفين، يعني صحراء فيه تجمع للأهالي، بعض الآبار المستحدثة واليوفط الإرشادية، اليوفط الترشيدية لجمعية البر والتقوى لناس ما نعرفهمش، بس ممكن ندعي لهم، يعني ندعي لهم ان هم عملوا حاجه يعني تحسب لهم في ميزان حسناتهم. اجمل الصدقات صدقه دائمه، صدقه جاريه، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها الصدقه الجاريه. كلنا بنشكو من الهموم والغموم والاحزان والامراض، اعتقد ما فيش بيت خالي، يعني طبعا ما فيش بيت خالي من اي هذه الالام او المشاكل. عاوزين نخفف من الالام دي علينا بالصدقات، واعظم الصدقات في المياه. والمياه يعني حياة، المياه يعني حفاظ على حياة إنسان، يعني حفاظ على حياة حيوان، يعني حفاظ على حياة نبات، يعني حفاظ على الحياة كلها. لما استحدثت جمعية البر والتقوى مسألة المياه لقيمة المياه ولأهمية المياه، بنشوف برضو نشاط الجمعية بيتفاوت ما بين طرمبة المياه، ما بين بير مياه بخزان واحد، بثلاث خزانات. الهدف الأساسي أنه إحنا إزاي نبقي على حياة الإنسان. طبعا المية دي والله قيمة عزيزة بالنسبة لنا. في ناس كمان مرضى بتحتاج لشرب المياه وتحتاج لوجود المياه. إحنا نفسه حتى في الصيام حاليا يعني بيقولولنا لو هتفطر افطر على بلح أو على مية. يعني حتى كان الهدي النبوي، لأن الجسم في الفترة دي بيبقى خلاص محتاج، بيحتاج. ما تفطرش على عصير لأنه ممكن يتعبك، يعني زيك يعني يتعب الكبد، يتعب الكلى. عليك بالمية. ليه المية؟ المية فيها شفاء. المية هي أساس حياة الإنسان. صحيح. إن احنا نتواصل مع الجمعية، إن احنا نعمل عمل خير، إن احنا نعمل بير مية لناس محتاجة، بنية الشفاء من مرض، بنية التوفيق في امتحان، بنية التوفيق في الحياة، بنية التوفيق في حياة زوجية، بنية الإصلاح بين الزوجين، يعني في مشاكل بين الأزواج واحد منهم يتطوع يعني ويساهم في بئر مية، ويبقى بنية أنه فك القرب، بنية فك القرب. ما الحياة مليانة والهموم بتحيط بنا من كل ناحية، وربنا سبحانه وتعالى ادانا الدواء وادانا العلاج، بس احنا دايما بنلف ونروح ندور على حاجات تانية. هو في الصدقات يعني طبعًا. وقصة عبد الله بن المبارك لما واحد شكاله أنه هو تعبان، عنده تعب، فقال له عليك بالمية، يعني احفر بئر ماء، واحد هيدعي لك ما يرفعك شيء. صدقة جارية، صدقة دائمة، أفضل الصدقات على الإطلاق. والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ربنا لما أشار إلى قيمة الإنفاق عند الممات، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ليه الصدقة بالذات؟ إنه هو شايف ثواب الصدقة. أيوة. وشايف قيمة الصدقة وشايف أهمية الصدقة. ما قالش يعني أن يؤخر إلى أجل قريب علشان أشوف أهلي بالزبط. علشان مثلا أن أنا أشوف حد من أحبابي، علشان أن أنا أجيب لي مثلا عربية جديدة، لا، عشان أصدق. فأصدق وأكون من الصالحين لأهمية الصدقة، ولأنها عمل لا ينقطع. إحنا إلى الآن بنذكر أناس عملوا لنا أعمال خيرة ما شفناهمش. أيوة من صح. 200 و300 ومن 1000 سنة وهم بيبقوا رافضين أساساً يصرحوا ولا يقولوا. بعض الناس يعني ما بيحبوش أن هم يعلنوا أسمائهم، لأن هو تجارة مع الله، وتجارة صح. مع الله يعني تجارة لا تنقطع. الجمعية البر والتقوى حلقة وصل بين المحتاجين وبين أصحاب الزكوات والصدقات. ليه أنا ما خصصش من زكاتي؟ هو ينفع من زكاة المال إن أنا أعمل بئر، ينفع من زكاة المال أعمل بئر مية، ينفع صدقة جارية، ينفع صدقة جارية،
أعمل منها بير مية للحفاظ على الأدمية، صحيح، الحفاظ على الإنسانية. الحديث أن بغيا دخلت الجنة من أجل أنها سقت كلبا، يعني حيوان، ما بالنا بالحفاظ على حياة الإنسان، صحيح، وهي يعني من مقدمة على أي قيمة. من خلال جمعية البر والتقوى تم إنشاء كم بير تقريبا لحد النهارده؟ آبار كثيرة جدا، وأكثرها يعني في الإسماعيلية وفي سيناء، لكن الجمعية بتولي مناطق الصعيد اهتمام كبير، بني سويف، المنيا، جنوب الصعيد، ففي كل هذه المناطق بنجد الجمعية لها إسهام. جمعية البر والتقوى لها بصمة، جمعية البر والتقوى يعني لها موقف يحسب لها مع هؤلاء المحتاجين، مع هؤلاء اللي احنا بنحس المشاهدين والمشاهدات أن يقفوا مع الجمعية، لا مع الجمعية بشخصها، ولكن مع الجمعية في فعل الخير، صحيح، حتى يدوم الخير، حتى يتواصل الخير، لأن احنا كلنا هنتحاسب. وزي ما بنبص على أساسياتنا في الحياة لازم نراعي أن فيه ناس تفتقد قيمة الحياة، مش حاسة أصلا بالحياة لأنها ما عندهاش أساسيات، وبالتالي ما عندهاش رفاهيات. إحنا حاليا عدينا مرحلة الأساسيات وبنبص على رفاهيات، فيه ناس لا عندها أساسيات وبالتالي ما عندهاش رفاهيات. طبعا طبعا، وإحنا يمكن كان لينا حظ ونصيب ولو صغير إنه في بعض الأبار اللي يعني تم إنشائها بعد فقرات برنامج، نعم، بكرة أحلى، وكان لينا يعني مكتوب برضو اسمه بكرة أحلى على الأبار، هتاخدوا دعوة إن شاء الله، يعني لعل وعسى إنه حد يدعو كده لبرنامج بكرة أحلى، يعني بداية من حضرتك والقائمين والمساعدين، وتنالنا دعوة صادقة تكون سبب يعني في مغفرة الذنوب، سبب في تعظيم الأجر والحسنات من عند الله، لأن كلنا بنعمل في الخير. وزي ما قلت في البداية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما نقابل بعض نقول إن احنا عملنا إيه، أعلم أولادي أنه هو يتباهى بالصدقة، يتباهى بالإكثار من الإنفاق في سبيل الله، مش يتباهى بالماديات فقط، أنه هو لابس إيه، أنه هو بمسك موبايل مثلا بكذا، لابس ساعة بكذا، لا هو عمل إيه عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أسعد كم إنسان، أسعد كم طفل، أسعد كم أسرة يتيمة، أسعد كم أرملة، أسعد كم مسكين، هو العمل الباقي، وهو العمل المدخر لك بعد مماتك، وهي قيمة لا يشعر بها إلا المتصدق. صحيح. اللي ما تصدقش في حياته مش هيعرف يعني ايه صدقه، خلاص بقى ما هو هيعرف فين بقى، ما فيش رجوع تاني، طبع على قلبه، فنلحق نفسنا. وزي ما احنا بنحاول نعلم اولادنا مهارات جديده، لازم نعلمهم ثقافه التصدق وثقافه الانفاق، لانها ثقافه يعني مطبوعه في القلب، وثقافه لها ثواب عظيم عند الله. صحيح. في الدنيا، صحيح، وفي الاخره. ربنا يا رب يتقبل. دكتور محمد العربي نورتني، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. شكر الله لكم، بشكرك جدا. بشكركم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير، اشوفكم بألف خير. سلام عليكم.